يا قطيت علي هي صار له زمان مو اكل. اي والله يا ترى شو قصته؟ الله اعلم. ان شاء الله انت دائما ان شاء الله الف صحة ونعم. صحة ونعمي الحمد لله رب العالمين. يا عمي رضوان هي اكلت وشربت والحمد لله رب العالمين، يعني ما ضل عندك حجة؟ هلا بدك تحكي لنا بقى شو القصة وشو اللي وصلك لهون؟ بس قصتي بتوجع القلب يا ابني، شو بدك فيها؟ مالك يا لا عمي لا، أنا بالنسبة لي ما رح أتركك بحالك، بدي أعرفها، بدي أفهم شو مشكلتك من شان ساعدك، من شان طلعك من الخوف اللي أنت فيه. احكي لي شو قصتها. هاي البنت قدامك يا رضوان، أنا سألتها وهي ما عندها مانع، بس يعني في شروط، إذا بتوافق عليها نقرأ الفاتحة. شو شروطك؟ هلا أنا سمعت عنك إنك تاجر ذكي وشاطر بشغلك وأشطر تاجر بالشام كلياتها، والشغل كله عم بيكون على كتافك، واللي سمعته كمان إنه شريكك عدنان عم بيقاسمك على كل شي وعلى البارد المستريح، يعني عم بيمصل لك دمك وتعبك يعني. وأنا للصراحة يعني ما بيناسبني، ما بيناسبني اني اتجوز زلمه في مين عم بيشاركه بشغله وتعبه. لهيك يعني كنت عم اقول يا اما بتقلع عدنان وبصفي شغلك ورزقك وتعبك وحلالك كله لإلك، يا اما تنسى حسنه وبتروح بتدور على عروس تاني، وانا هاد شرطي الوحيد. كيف؟ كيف يعني خسرنا؟ ولك احكي رضوان؟ هلا اهدى الله يرضى عليك وما في داعي للعصبية. أنت بتعرف إنه في عنا تجارة كبيرة بحلب، تمام هذا الحكي؟ ايه. أنا حطيت كل رأس مالي فيها، مو بس رأس مالي، لك بعت بيتي وحطيته فيها، شو عمل لك هذا تاجر اللي من الصنبور خدعنا؟ ولك أنت بحياة عمرك ما خسرت، كيف خسرنا كل شيء؟ لك كيف يا رضوان كيف؟ اسمع عدنان، بعد كل شيء انا عملته معك جاي تعاتبني؟ اه؟ لك انت من دوني ما بتسوى شيء، عم تفهم؟ طالب حريص كل هات على الشغل، ليش ما سافرت معي على حلب؟ اسمع لقلك، انا وياك هلا رجعنا للصفر. بتحب نبلش وياك من الصفر؟ ما بنبلش. ما بتحب؟ بعطيك هالقرشين اللي قايمهم لجوازتي تروح تدبر حالك فيهم، بس بدي منك شغله انك تتنازل عن حصتك بالمحل. منيح؟ شباب؟ عم رضوان عدم المؤاخذة يعني أنت ضميرك رضي بهالشي؟ ضميري مات، كان ميت، لأني من أول ما شفت البنت قررت ألعب هاللعبة الوسخة على رفيقي. طيب بعدين عمي، يعني رفيقك عدنان ما حس عليك؟ بعد مدة قصيرة حس علي وجرى عندي وعاتبني. آخر شي مسكين كان بيفكر فيه إني أنا خونه ولعب عليه، بس هذا اللي صار. وبكذب عليك إذا قلت لك أتحرك فيني شي تجاهه أو حسيت بالذنب على اللي عم بعمله معه. كل شي كان بيهمني إني أرضيها لحسنة، بس أرضيها لحسنة حرصني. عمي أنت مالك عند شيء، وإذا على أولادك من بكرة ببعث لهم أكل ولبس منيح. ولك أنا اللي كنت ألعب بالمصاري لعب، وأنا كنت أتحسن على كل أهل الشام وأتصدق عليهم،
بدك تبعت لأولادي هلا صدقة يا رضوان؟ ولك أنت بالأساس أنت شو؟ أنت كيف صرت هيك؟ ولك أنت بعت حالك للحرام وخنت صاحبك، هلا بدك ترجع لي حقي؟ لك أنت ما بتتحارب، ما بتمل، نفس المرشع بدك تجي تسمعني كل يوم قدام خلق الله. زوق على حالك بقى عمي، أنت مالك عند شيء. أنا اشتغلت ورجعت وقفت على إجري، مالك عند شيء، هذا كله جهدي وتعبي، أنت مالك علاقة فيه. يلا لك، وأنا وين؟ وأنا وين من كل الحكي اللي حكيته؟ وأولادي اللي عم يموتوا من الجوع، هلأ بدك ترجع لي حقي؟ ما في شيء بيثبت إنه لك حق عندي، وهي السرائر وهي القاضي، روح اشتكي علي. يلا يلا ترمي. عند قاضي الأرض ما قالي عندك شيء، بس عند قاضي السماء رح يطلع لي كل شيء. ما بك شيء، عم تتفزلك والله. حسبي الله فيك، حسبي الله فيك. فرجيني عند كتافك. يلا حسبي الله فيك يا رضوان. ولك الله لا يسامحك، ولك انت اللي قتلت ابي، ولك انت اللي قتلت ابي. شو تركك؟ ولك ابي مات منك، ابي مات من قهره منك. انا قتلته مات بأسرع ابوه. ولك مات لانه انت خنته، مات لانه انت اذيته. الله لا يسامحك، ولك الله لا يسامحك. لك يا عمي الله يرضى عليك، قل لي اذا بدنا نموت، قل مين اللي وسعته؟ والله يرحم ابوك اجت ساعته، انا شو دخلني؟ لك شو بدك؟ انتك موتك. لك روح، روح الله يسامحك، روح الله يسامحك، روح الله يسامحك، الله يوفقك. روح. شاهد عليك الانام والمقني. الله وكيلك يا ابن عمي، الي يومين ثلاثه لا اكل اكل ولا شرب شرب ولا نوم نوم، وأنا عم فكر وقلقاني عليك، لأني دريت إنه عادل ابنه لعدنان بيعرف ناس تقيلة بالسرايا، وناوي يرفع عليك دعوة إنك أنت سرقت أملاك أبوه، وناوي يحطك بالحبس. بقى قاعدة إلي يومين ثلاثة عم فكر وقلبها وأصفن وقول بلكي منلاقي حل. أم خطر لي خاطر، يعني قلت إنه أنت ليش ما بتسجل أملاكك باسمي؟ بحال يعني إذا رفع عليك دعوة عادل إنه قدام القاضي أنت فقير ومعتر وأنا اللي معي مصاري وردتهم عن أبي، هيك بتبري حالك قدام عادل، وبتبري حالك كمان يعني قدام أهل الحارة، يعني بتبين عن جد إنك أنت خسرت التجارة وما خنت رفيق عمرك. خلص ابن عمي، خلص ما كتير يعني تفكر فيها وتنهم وتهز براسك. خلص إذا ما أنك واثق فيني انسى السيرة كلها يا تنسى. لك حل عني يا حل عني، انت ما بتفهم. لك اطلع برات بيتي وحياتي كلها، أنا ما عاد بدي إياك. حشتا أنا رضوان اللي عملت السبعة وزبتك رمالي، عم تطلعيني من بيتي من رزقي لكل شيء هون بالبيت اللي انا. ايه هذا الرزق صار رزقي، وانت اصلا ما كان رزقك، انت سرقته عن رفيقك وانا اخذته منك وبرضاك. بقى اطلع من حياتي، انا ماني مستعد اشيل بواحد مثلك. شو بسمح؟ لك انا سرقت كرمالك، قلعت عدنان ومات مقهور من وراكي. ليش يا عم تسوي فيني؟ لك انا وثقت فيكي وكتبت لك كل شيء باسمك، هي اخر تبعت كل شيء. اسمعني رضوان، كمان رفيق عمرك وثق فيك، بقى شو انت قابلته؟ خنته وخنت العشره. انت واحد ما بيتامن لك، لانه اللي بيخون مره بيخون العمر كله. بقى اطلع من بيتي. ماني صالح. اطلع من بيتي، شو على كيفك؟ اطلع لبرا يخرب بيتك من حالك. وانتو يلا نفقنا. الله يوفقك. الله لا يوفقك، لا اله الا الله. لما
ودي لي حياتي. بترجاك عادل، بترجاك تسامحني. أنا ظلمت لأبوك وأسيت كثير عليه. بترجاك يا أبي، أنا كثير مريض وما بيني وبين الموت خطوة. سامحني، الله يرضى عليك، سامحني ابني. ما فشرت لك، ما فشرت يا رضوان، لك وحق اللي بسط الأرض ورفع السماء. لو كان دخولك على الجنة بكلمة سماح مني ما رح سامحك، لخليك تنكوي بنار جهنم، وخلي المصاري الحرام اللي أكلتهم على أبي ومات بسببك يفيدوك. روح، الله لا يسامحك دنيا آخرة، الله لا يسامحك، الله لا يسامحك. أنتو للحارة من هو؟ أنا ما عم بتذكركم، بس إذا كنت عامل ما أي حدا في كل شيء، مش هواه سامحوني، سامحوني يا جماعة، ولا حدا يخون ولا حدا يظلم، لأنه نهايته رح تكون هيك مثل نهايتي، ملع بالصايق، ما في لقمة ياكلها وما في قرنة ينام فيها. من شاء الله سامحوني، أبوس إيديكم وسامحوني. صفيت بالشرد بالشارع، لا ولد ولا تلت ولا مال ولا جاه ولا حتى في دربي ونسني. صرت كل ما غمضت عيوني شوف عدنان عم يلحقني بده يخنقني. ولا ظالم إلا سيبلى بعظم، لا شهر ولا عام ولا دهر. كابوس، كابوس فظيع عم ينغص علي حياتي بالليل وبالنهار. هذا غير اني كل يوم كل يوم بشوفه بمنامي. فالظلم مردعه الى الندم، الى الندم. ما اني كثير كثير بطلب المغفرة والسماح من رب العالمين، بس بعرف، بعرف انه هذا امل ابليس في الجنة. عند الله دخيلك أكيد مكاني بنار جهنم، النار اللي بدها تحرقني وتاكل فيني. يا
هاي هي قصتي يا ابني. طايز منها، خليها دور لك دربك. ياك يغريك بالطمع وتمشي وراه. حلو ما راح يغنيك لا تدبيني. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، الأمر طوال لازم يكون عبرة، عبرة لمن لا يعتبر. عاش غني وظالم، فكر حاله ملك الدنيا كلها، ولما مات شوفت عينك، مات هيك على الحفة، وحيد وغريب، لا أهل ولا حتى أصحاب. استغفر الله العلي العظيم، الله يرحمه ويحسن كبرتنا ويجيرنا من ساعة الغفلة. آمين. أخي أنا برأيي ناخده نغسله ونكفنه. معك حق.